طيب عين المشاهد ممكن تبقى غير عين الفنان، يكون في ايده في الموضوع، بيبقى ليه معايير برضو واختيار وذوق كده. خليني اقول يعني كمشاهده وانت قاعده بتتفرجي حضرتك او بتتابعي حتى الاعلانات وبدات في الشارع او حتى في التلفزيونات دلوقتي، بتدوري على اي عمل؟ اقول لك يعني مثلا الفضول هيخليني اشوف الجماعه، الجزء الثاني. هيخليني اشوف كريم عبد العزيز في حاجه عن الجاسوسيه او يعني المخابراتيه، ازاي بقى؟ ازاي بقى نيلي وشريهان ابدعوا الاختين الجمال دنيا السنة اللي سمير غانم. فاتت، حاجة طبعا. كانت رائعة جدا. وإيمي أنا شفتها جمال. 4 مرات على فكرة، وكل مرة بضحك جدا قوي، لأن وفيها تلقائية قيمة وبساطة. على فكرة، وفيها قيمة، فيها قيمة جدا. يعني لما شوفي الموضوع البسيط ده، البنت المتعالية وبنت عمها الشعبية دي كانت بتتأفف من البنت دي وإزاي ومش عارفة إيه، والموضوع خلاهم يعني تربطوا وحسوا بالقرابة بينهم، وبأنهم انتهت المسلسل بأنهم بيحبوا بعض قوي، وحصل تاتش إنساني جميل جدا بينهم، وقوموا البنت المتعالية وقالوا لها عيشي عيشة أهلك بقى، ما احنا زي بعض وحاجات كده. فلا، في قيمة، قيمة تقدمت للجمهور من خلال المسلسل. يعني بتتحكي، بتستمتعي جدا، بتاخدي في النهاية قيمة، هو ده المطلوب. في مجموعة عمل برضو، في شباب جديد، في شباب على فكرة احنا عندنا دلوقتي شباب متميز جدا، سواء في الشابات او الشباب، ودمهم خفيف جدا، وكلهم حتى اللي بيمثلوا يعني تمثيل جاد، في عندنا ناس كتير قوي يعني طالعين، استثمروهم بقى في حاجات. طب بمناسبة الدم الخفيف والأدوار الكوميدي، ليه ما شفناش فردوس عبد الحميد في اعمال كوميديه كتير بعد ما شفنا خفه الدم في ميزو؟ لا، انا عملت انا وانت وبابا بابا في المشمش. انا وانت بابا في المشمش. والله هي القضيه المكياج الفظيع. القضيه كانت في هي القضيه كانت في هي بتحب النصوص. الدراما والاعمال اللي فيها كده هقول لك يعني مثلا دلوقتي انا معجبه قوي بالكاتب او الكتاب، هم بيقولوا مجموعه او حاجه، اللي كتبت عمل نيلي وشريهان. مش ممكن يعني كميه افيهات مش مفتعله كمان، يعني الممثل مش بيحزق عشان يقولها، لا، ومش لازم اعتمد على انها تكون حاجه خارجه عشان لا أضحك. خالص خالص، يعني افيهات منطقيه في وسط الحوار. ده كان جميل جدا، والبناء الدرامي بتاع المسلسل ده جميل. انا مستنيه طبعا المسلسل بتاع الدنيا الدنيا. يعني انا طبعا زعلانه قوي لا لا لاند حاجه إيمي مش كده. موجوده السنه دي. كنا بندور لها حاجه عروسه بقى، فيعني ايه. معلش زي بعض، بس بقى مش لازم تحرمنا من حاجات جميله. يعني حقيقي عملوا شيء مبدع السنه اللي فاتت، اسعدنا جدا ولسه بنتفرج عليه. يعني انا بنت ابني الصغيره يارا كانت قاعده، وبعدين جاي نيلي وشريهان، عايزه اتفرج وبتاع، ومش راضيه تنزل مع بابا. قال لها ما انت اتفرجتي عليه 4 مرات. قالت له هتفرج تاني، هتفرج تاني. شوف قد ايه هو عمل بسيط لكن شادد الناس كلها، الاطفال والصغيرين والكبار وكل فئات الشعب. فلما بيبقى العمل الفني عمل يعني مبدع، بيبقى مدهش جدا.